نواصلوا معكم مستمعينا برفقتكم على أصوات مباشرة دائما في برنامجكم الأسري. زين ترابي وحنا كنتكلموا على مرض الفصام. السيدات اليوم اللي كيتصابوا بمرض الفصام طبعا كاين واحد التأثير اللي هو سلبي في علاقتهم بالطفل والتربية ديال الأسرة. شنو هي الأعراض ديال هذا المرض، مرض الفصام والعلاج؟ دكتور رضا أنور. شكرا نعم. على الاستضافة. بالنسبة لمرض الفصام باش نوضحوا للمستمعين الكرام، فالأعراض كتجلى تقريبا في واحد الخمسة تاع لي زاكس ديال المحاور. فهي أول حاجة الأعراض اللي كتبان بزاف هي الهلواسة. الإنسان كيبدأ عنده ديليغ، كيبدأ عنده يهلوس، يشك في الناس، يتخيل شي حوايج اللي ما كاينينش، يسمع بعض الأصوات، يكون عنده اضطراب مثلا في الأفكار، يقدر يكون عنده اضطراب في التصرفات، وسي دي كومبورتمون اللي بالنسبة لينا حنا غير مقبولة واللي خصنا نردو لهم البال باش لا فامي ديال داك السيد اللي عنده هاد الاضطراب في التصرفات ولا السيده بيان سور تجي ودير التشخيص ديالها. كاينين الاعراض السلبيه اللي كما قلنا كيتجلاو في العزله، الانعزال، الانسان ما كيبقاش باغي يغسل حالته، يدواش، كيهمل راسه. وهاد الاعراض كيقدروا يدخلوا بزاف تاع الامراض النفسيه ولكن كيكونوا بكثره في مرض الفصام. اذا العلاج دكتور بالنسبه لهاد المرض ديال الفصام كمرض مزمن، العلاج طبعا ممكن الناس ممكن بعد العلاج يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، اللي كيقريك من قريتو العائله ديالو، الخدمه ديالو. بيان سور العلاج ممكن، وكيف ما كنعاود نرجعوا الى كان تشخيص مبكر فهنا غادي يكون العلاج مزيان، لان هادوك الانتكاسات اللي كيوقعوا لي غوشوت كياثروا على الشخص وكيديروا ليه واحد لو ديكلان كوغنيتيف، ما كيبقاش يقدر يركز مزيان، ما كيبقاش يقدر يفكر، كيكون عنده اون التيغاسيون ديال لو جوجمون، ما يقدرش يعرف يحكم على الناس بطريقه صحيحه، وهاد لي كاباسيتي كينقصوا. ما الا كان الادويه في الوقت المناسب والتتبع ديال الادويه مع الطبيب النفسي منتظم، والدواء كيف ما قلنا بلا دوز ثيرابوتيك اللي غادي تحميه من الانتكاسه، زائد العلاج النفسي الفردي والعائلي اللي كنديروا فيه ان بسيكو ادوكاسيون وكنعلموا لا فامي ولا الباسيون المريض كيفاش يتعامل مع المرض، كيفاش يديتيكتي الاعراض ديال الانتكاسه باش يعلمنا ونشوفوه اون اورجونس باش نتجنبوا هذيك الانتكاسه. فهنا كونوا على يقين ان الانسان غادي يكون عنده واحد الحياة سليمة، يقدر يندمج في المجتمع ويقدر يخدم بحاله بحال الناس كاملين. شكرا دكتور رضا أنور أخصائي في علاج الأمراض النفسية والعقلية وأيضا علاج الإدمان.